السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا كلكم بخير. اليوم بإذن الله جبت جديد في تبييض المناطق الحساسة، يعني في مدة أسبوع بإذن الله تكون المناطق الحساسة كلها، يعني مبقاش فيها سواد ولا أي شيء. هذه الخلطة يعني رائعة وتعطيك نتائج جيدة، يعني من خلال أسبوع، يعني ولازم تعملوها يعني بانتظام، يعني زي ما أقول لكم إن شاء الله بأسبوع حتلاقوا يعني السواد والتبقعات في المناطق الحساسة كلها راحت بإذن الله. حنحتاجوا في هذه الوصفة بإذن الله احتاجوا فيها زيت السمسم أو زيت الجنجلان، رائع 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 كثير هذا التبييض، زيت السمسم او زيت الزنجلان. حنحتاجوا فيها زيت الزيتون، وحنحتاجوا فيها جنجبيل بودرة، جنجبيل بودرة، ثلاث حاجات. حنبداو بإذن الله حنعمل ناخذ 2 معالق صغيرة من بودرة الزنجبيل، وبعدين هناخدو 1 ملعقة كبيرة من زيت السمسم او زيت الجنجلان، كده. وبعدين هناخدو 1 ملعقة نفس المقدار، 1 ملعقة كبيرة زيت الزيتون، كده نحطهم مع بعض. كده اهو، وبعدين هناخدو هذا الخلطة. لو احنا يعني مستعجلين عايزين نبيضوا بسرعة، عندنا زواج، عندنا شي عروسة أو أي شيء، حنعملوها هذه 2 مرات في اليوم لمدة أسبوع. احنا اليوم يعني بعجلة في أمرنا، حنعملوها 2 مرات في اليوم لمدة أسبوع. نحطوها مدة ربع ساعة ثم نشطف أو نغسله بالمية المنطقة اللي احنا حطينا فيها. لو يعني لو احنا يعني ما احنا يعني يعني ما احنا مستعجلين عليها، حنحطوها 1 مرة في اليوم مدة أسبوعين، 2 مرات في اليوم لمدة أسبوع، ومرة في اليوم لمدة أسبوعين. يعني حتلاحظوا الفرق، الفرق عجيب في هذا، يعني هذا جديد بتاع تبييض المناطق الحساسة. هذه وصفة اليوم. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا جيم، ما تنسوش تعملوا اشتراك عشان تنسون كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في فيديو قادم إن شاء الله.